مش معقولة كده بجد، دول كل شوية ايه؟ طيب يا بابا، يا بابا ده، طب ما النور اهو هنا شغال، امال ليه يعني عندنا جوه النور قطع والتكييف فصل؟ لا الكهرباء مش قطع دلوقتي حبيبتي، انا اللي قطع. ايوه ماشي مش قطع، امال مش شغالة ليه جوه وشغالة هنا يا بابا؟ لا ما انا فاصل الكهرباء عشان بعمل التصليحات، فاصلها عندك انت جوه. ايوه ماشي يا بابا، انا عايزه افهم بس يعني ليه فصلت الكهرباء من جوه؟ ده انا نايمه والجو نار يا بابا. لا ما النهارده اجازتي، فانا قررت حاجه، قررت اعمل صيانه للكهرباء، فبفصل اوضه اوضه، وانت حظك بقى جه دلوقتي. الله، يعني يا بابا انت قررت دلوقتي في عز النار اللي احنا فيها دي انك تعمل صيانه للكهرباء، ولقيت بقى ان الكهرباء ما قطعتش فتقول لا يلا انا اقطعها انا؟ يا بابا حرام عليك، الجو حر يا بابا مش طايقين نفسنا. حبت عليك عيشتك يا شيخ، يعني عايزاني اعمل الكهرباء وما افصلهاش؟ عايزاني اموت من الكهرباء يا بنتي، الجزمه تشيل. لا يا بابا، ودي تيجي لازم طبعا نعمل صيانه للكهرباء، والا الكهرباء هتزعل، نموت احنا بقى من الحر. تمام انت رايحه فين؟ نعم يا بابا، عايز ايه؟ عايز اشتغل لك مروحه؟ ادخل انام يا بابا. نوم ايه دلوقتي يا روح امك؟ ساعه واحده الظهر، لسه هتخشي تنامي؟ ايوه يا بابا هنام يا بابا لحد ما نخلص الصيانه اللي انت بتعملها. لا مفيش نوم، خش اعملي لي فطار، عايز اكل عشان الحق اخد الدواء بتاعي. يا دي اليوم الفحلوقي. اكل ايه يا بابا وفطار ايه دلوقتي؟ بابا هي فين ماما؟ امك راحت السوق وهي قالت لي لما لولا تقوم هي اللي هتعمل لك الفطار، يلا بقى خش اعملي فطار. هي ماما قالت لك كده بابا؟ ايوه هي قالت لي كده، يلا بقى خش اعملي فطار جعان. اعمل لك اكل؟ خلاص يا بابا انت حر، انت حر. طب سؤال يا بابا، احنا عندنا انتينال ماشي يا بابا سلام. انت بقيت بتقولي حاجه؟ لا يا بابا يا حبيبي ما بقولش حاجه، هعملك الاكل. ايوه كده، هي دي خفه البنات. اتفضل يا بابا. القرف ده يا بابا يخرب بيتك، كنت شرع عمري ما قلت لي تعملي فطار، انت هتموتيني يا بنت، مش هموت بالكهرباء، هموت بأكلك.